خبرة المطابع، واشتغل الحمد لله، تحسنت الأمور، صار عندي فلوس. بعد سنة تقريبا أو سنتين رحت لخالتي وخالي، زوج خالتي خالي محمد، قلت لهم أنا أتزوج. حددنا موعد الزواج، سوينا زواج كبير، حضره الوالد والوالدة بالطايف، وتزوجت وكان معي سيارة. وأذكر أنه أبو زوجتي خاف علينا من الطريق، وهو رجع معنا لنا الرياض، أنا وزوجتي وهو بالسيارة. كبرت المطابع، بنيت مطابع ثانية، ويوم من الأيام كان في مناقصة للأكياس حق المطبوعات لرئاسة تعليم البنات، ومن ضمنها كيس للأدوية، وأنا أفكر كيس ورق. فقدمت في ما هي مناقصة، ممارسة يسموها، ممارسة يعني تقدم سعرك وهذا يقدم سعره، أنت تقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. ولما أنا جيت متأخر 5 دقائق ما دخلوني، قالوا خلاص ما جيت في الوقت، كل المنافسين دخلوا. تمت الممارسة بينهم ورست على واحد أظن 60,000. دخلت على الشيخ عبد الله الراشد رحمة الله عليه، كان هو الرئيس لتعليم البنات، وقلت له إن أنا عندي مطابع والجماعة ما دخلوني، والجماعة شكلهم متفقين عليكم، وأنا أبغى أخذ الممارسة هذه، إذا تسمح لي إن أقدم سعري يمكن تحصل سعري أفضل منهم. قال لي كم سعرك؟ بسرعة جاوبته، أنا حاسبها اليوم قبل ما أروح، أنا والناس يشتغلوا معي حسبنا كم الورق وكم الطباعة وكم يكلف. قلت له 36,000. قال لي وإذا ما نفذتها إيش يضمن لي؟ قلت أنا أعطيك شيك 36,000. أنا البنك ما في فلوس، بس عندي دفتر شيكات البنك الأهلي، أعطيته الشيك. نفس اليوم أعطاني التعميد قبل ما أخرج من الساعة 2 الظهر في هذاك الصيف، أذكره ما أنساه. أخذت التعميد 36,000 بالنماذج المطبوعات، استلمتها وخرجت من عنده. طبعا أنا مطبعتي مطبعة صغيرة، تطبع دفاتر صغيرة، وهذه كميات وكبيرة، وأنا ما أنتجها. اليوم الثاني ركبت على جدة ورحت المطابع في جدة، قاولت مطابع الأصفهاني ومطابع الكعكي، ونفذ عندهم السجلات هذه الكبيرة. لكن في سجل واحد كبير وفي كيس أدوية، أفكر ورق، ولما استلمت العينة وجدت بلاستيك. السعودية ما في أحد ينتج كيس بلاستيك. فروحت لبنان، قعدت أسبوع في بيروت لين طبعت الأوراق، حملت الورق مع اشتريت ورق من بيروت، حطيت المطبوعات هذه مع الورق وشحنتها للرياض، وطبعت أكياس البلاستيك. اللي صار عندي يعني محطة أخرى في حياتي، أنه كيس البلاستيك اللي أنا صنعته في لبنان هو شبيه لنفس الصنعة اللي أنا فيها، في حبر، في طباعة، في رول ورق زي رول ورق، فشبيه من هذا. والسعودية ما فيها مصنع بلاستيك، فحطيت في بالي أنه أنا بكرة حكبر حسوي مصنع بلاستيك. التحدي اللي كان أنه واحد من الأخوان المنافسين كان يقول ما عليكم منه، يقولوا له هذا علي شير نزل السعر واخذ مناقص علينا، فضحنا مع الوزارة يعني كيف احنا 60 هو 36 ومتفقين على السعر. قال ما عليكم من هذا، صغير يبغى له رضاعة. انا الكلمة هذه دفعتني اكثر، جعلت مني طموح اكثر، جعلت مني تحدي اكبر اني انا انجح، وسلمت الوزارة الرئاسة قبل الوقت. وطبعا تعرف عشان استلم فلوسي المعاملات وكذا، وما يعني فرحت فرحة كبيرة، ونفذتها بأقل يعني كسبت فيها يمكن 7,000 8,000 كسبت فيها بالمهادي، وهذا كان مكسب كبير في ذاك اليوم، كان مكسب كبير جدا. واشتريت فيها مكاين طباعة بالمربح. كبرت المطبعة